واحد السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي بخير، كلشي وداك، صحيح شكون بخير وعلى خير ان شاء الله، تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي ندير لكم واحد الفيديو ديال هاد البروجيكتورات ديال الطاقه الشمسيه. كيف ما تشوفوا عندنا بروجيكتور واحد ديال 200 واط غادي نلصقوا في واحد البلاصه. انا جوج عندنا واحد البروجيكتورات، هذه هي الطاقه الشمسيه ديالنا كيف ما كتشوفوها. هي البروجيكتور حتى هو ما كنحتاجوش فيه شي حاجه، عنده واحد شيفيات ديال الحديد، هادو هما اللي كتخشيهم في الحيط باش كتقابليهم وتخشيهم في الحيط وكتصير. هنا عندنا ما عندناش شي حاجه اللي غنديروها سميتو، عندنا فيشات كيف ما كتشوفوا. عندنا هاد الفيش فيه واحد جوج سنينات، وكاين واحد السنين هنا كنخشيهم بحال هكا، وكنريقلو البروجيكتور ديالنا ديال ليد على حساب باش يعود يشعل. صافي هذا هو اللي كاين. اما كل شيء بالنسبه للواط، فالواط مجهد، هي 200 واط. وعندنا جوج لي بروجيكتور، عندنا جوج بروجيكتور. هذا الشيء اللي كاين الخوت، ما تنساوش انكم تدعمونا بلايك واشتراك على القناه. عطيتكم غير مقتطف صغير من لا فيديو، فضلا وليس امرا انكم تدعمونا بلايك واشتراك لما كنتيش مشترك على القناة. في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.